في جلسة طارئة لمجلس الأمن إدانة أممية لنشر قوات روسية شرق أوكرانيا. بوتين ينشر قوات بإقليمي دونيتسك ولوغانسك عقب ساعات من الاعتراف بهما. عقوبات أوروبية على روسيا، والبيت الأبيض يعلن عقوبات أخرى ستفرض اليوم. ردا على محاولة الاعتداء على جازان، الخارجية الأمريكية تحذر من خطر الحوثي على أمن المنطقة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث القرار الروسي بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وتقدم بطلب عقد الجلسة الطارئة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا وألبانيا، فيما تولت روسيا الرئاسة الدورية للمجلس منذ مطلع الشهر الجاري. وخلال الجلسة أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الاعتراف الروسي بالإقليمين وبنشر موسكو قوات في شرق أوكرانيا. وخلال الجلسة قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة توماس غرينفيلد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في العودة إلى زمن سيادة الإمبراطوريات. Putin wants the world to travel back in time. بوتين يريد أن يعود العالم بالتاريخ إلى ما قبل إنشاء الأمم المتحدة لفترة قيادة العالم من قبل الإمبراطوريات، لكن العالم يريد المضي نحو المستقبل. نحن لا نعيش في العام 1919، إنما نعيش في عام 2022. الأمم المتحدة أنشئت على أساس القضاء على الاستعمار وليس إعادة الاستعمار. المندوبة الأمريكية أضافت أن الرئيس الروسي يختبر عزم المنظومة الدولية ويقلل من قيمتها باستخدام القوة. أيها الزملاء، الرئيس بوتين يختبر منظومتنا الدولية، يختبر عزمنا ويريد أن يرى إلى أي مدى يمكن أن يضغط علينا، ويود أن يبرهن أنه بالقوة يمكن أن يقلل من قيمة الأمم المتحدة. وقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، ووقع الرئيس الروسي مرسومي الاعتراف بالجمهوريتين موجها سيلا من الانتقادات لأوكرانيا التي وصفها بالدمية في أيدي الغرب. في هذه الصلة أعتبر أنه قد حان الوقت للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك الشعبية وبجمهورية دونيتسك. لقد حان الوقت لذلك بعد كل ذلك الصبر، وللحديث عن الصداقة والدعم المتبادل بين هاتين الجمهوريتين وروسيا، وأرجو توقيع هذه الوثيقة في أقرب وقت ممكن. ومن احتل السلطة في كييف نطالبهم بإيقاف مباشر للعمليات العسكرية، وإلا في أسوأ الاحتمالات إذا تمت إراقة الدماء سوف تكون على ذمة السلطة في أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر جيشه بحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما، وبموجب المرسومين اللذين وقعهما بوتين تلتزم وزارة الدفاع الروسية بأن تتولى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. We'll be right back.
وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تفرض عقوبات جديدة على موسكو الثلاثاء بالتنسيق مع الحلفاء. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين التجارة والاستثمار بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا. وفقا لبيان البيت الأبيض، فإن الأمر الرئاسي يحظر القيام باستثمارات جديدة أو استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين الانفصاليتين إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر. في تصريحات للحدث، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية سوف تقوم بتقييم ما تفعله روسيا وليس بناء على ما يقوله مسؤولوها. وأوضح أن الإجراءات التي سوف تتخذها واشنطن تستند إلى ما تفعله موسكو. المسؤول الأمريكي أوضح أن روسيا احتلت هذه المناطق الانفصالية منذ عام 2014، وكان لديها قوات في تلك المناطق على مدى السنوات الثمان الماضية. لذا فإن الإدارة الأمريكية ستراقب الإجراءات التي تتخذها روسيا في الساعات المقبلة، وفي حال اتخذت روسيا المزيد من الإجراءات سيكون على واشنطن الرد بمزيد من الإجراءات. من جانبه، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. ووفقا لبيان قصر الإليزيه، فإن ماكرون قد طالب بفرض عقوبات أوروبية محددة الأهداف على موسكو بسبب اعترافها الأخير الذي وصفه بالانتهاك لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي. كما أشار بيان الإليزي إلى أن الرئيس الفرنسي دعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية. أما بريطانيا فقد أعلنت عقد اجتماع أزمة برئاسة بوريس جونسون صباح الغد لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعترافها باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة إن جونسون قد أكد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بريطانيا أعدت عقوبات ستدخل حيز التنفيذ غدا ضد المتورطين في الانتهاكات التي تهدد وحدتها أراضي أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن جونسون أبلغ زيلينسكي أن الغزو الروسي لأوكرانيا من الممكن أن يحدث خلال الساعات أو الأيام المقبلة. كما أوضح المتحدث باسم الحكومة أن جونسون أكد للرئيس الأوكراني تطلع بريطانيا لإرسال المزيد من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا. أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أن موظفي السفارة الأمريكية في أوكرانيا سوف يقضون ليلة في بولندا لأسباب أمنية، وأن الموظفين سوف يعودون لممارسة عملهم الدبلوماسي في أوكرانيا بانتظام. أكد البيان أن التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي لا يتزعزع، وحث البيان المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور. وأكد البيان أيضا أن الوضع الأمني في أوكرانيا لا يزال غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار. كما أضاف
أن هناك احتمالا قويا بأن تؤدي أي عمليات عسكرية روسية إلى تقييد السفر الجوي التجاري بشدة. وكشف البيان عن أن القوات الروسية واصلت الاقتراب من الحدود، فيما يبدو أنه تخطيط للغزو في أي لحظة. قال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية إن هجوم الحوثيين على جازان في السعودية يؤكد مرة أخرى الأخطار التي يشكلونها على المنطقة. المكتب وفي تغريدة على حسابه على تويتر حث جميع الأطراف لنزع فتيل الصراع في اليمن، مجددا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان، مشيرا إلى أن شظاياها سقطت في المحيط الداخلي للمطار. وأشار التحالف إلى أن المسيرة قد أطلقت من مطار صنعاء، كما أضاف التحالف أن 16 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا، بينهم 3 بحالة حرجة. وأكد التحالف أنه بصدد التحضير لعملية عسكرية واسعة ردا على استهداف المدنيين، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي. التحالف وصف ميليشيات الحوثي بالإرهابية ولا تفهم سوى لغة القوة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن قصفه وتدميره لأهداف عسكرية بمحافظة البيضاء. التحالف أوضح أن عملياته وضرباته الجوية مستمرة، وذلك استجابة للتهديد ولحماية المدنيين من العمليات العدائية. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الحدث.net. هذه تحية وإلى اللقاء. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني. في جلسة طارئة لمجلس الأمن، إدانة أممية لنشر قوات روسية شرق أوكرانيا. البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات أمريكية جديدة اليوم على روسيا.
بوتين ينشر قوات بإقليمي دونيتسك ولوغانسك عقب ساعات من الاعتراف بهما. رداً على محاولة الاعتداء على جازان، الخارجية الأمريكية تحذر من خطر الحوثي على أمن المنطقة. حياكم الله. عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث القرار الروسي بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وتقدم بطلب عقد الجلسة الطارئة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا وألبانيا، فيما توالت روسيا الرئاسة الدورية للمجلس منذ مطلع الشهر الجاري. وخلال الجلسة أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الاعتراف الروسي بالإقليمين وبنشر موسكو قوات في شرق أوكرانيا. وخلال الجلسة قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة توماس غرينفيلد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في العودة إلى زمن سيادة الإمبراطوريات. بوتين wants the world to travel back in time. بوتين يريد أن يعود العالم بالتاريخ إلى ما قبل إنشاء الأمم المتحدة لفترة قيادة العالم من قبل الإمبراطوريات، لكن العالم يريد المضي نحو المستقبل. نحن لا نعيش في العام 1919، إنما نعيش في عام 2022. الأمم المتحدة أنشئت على أساس القضاء على الاستعمار وليس إعادة الاستعمار. المندوبة الأمريكية أضافت أيضا أن الرئيس الروسي يختبر عزم المنظومة الدولية ويقلل من قيمتها باستخدام القوة. أيها الزملاء، الرئيس بوتين يختبر منظومتنا الدولية، يختبر عزمنا ويريد أن يرى إلى أي مدى يمكن أن يضغط علينا، ويود أن يبرهن أنه بالقوة يمكن أن يقلل من قيمة الأمم المتحدة. وقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وقد وقع الرئيس الروسي مرسومي الاعتراف بالجمهوريتين، موجها سيلا من الانتقادات لأوكرانيا التي وصفها بالدمية في أيدي الغرب. في هذه الصلة أعتبر أنه قد حان الوقت للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك الشعبية وبجمهورية دونيتسك. لقد حان الوقت لذلك بعد كل ذلك الصبر وللحديث عن الصداقة والدعم المتبادل بين هاتين الجمهوريتين وروسيا، وأرجو توقيع هذه الوثيقة في أقرب وقت ممكن. ومن احتل السلطة في كييف نطالبهم بإيقاف مباشر للعمليات العسكرية، وإلا في أسوأ الاحتمالات إذا تمت إراقة الدماء سوف تكون على ذمة السلطة في أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر جيشه بحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا واللتين اعترف باستقلالهما. وبموجب المرسومين اللذين وقعهما بوتين، تلتزم وزارة الدفاع الروسية بأن تتولى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تفرض عقوبات جديدة على موسكو الثلاثاء بالتنسيق مع الحلفاء. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين التجارة والاستثمار بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا. وفقا لبيان البيت الأبيض، فإن الأمر الرئاسي يحظر القيام باستثمارات جديدة أو استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين الانفصاليتين إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي تصريحات للحدث قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية ستقوم بتقييم ما تفعله روسيا وليس بناء على ما تقوله أو يقوله مسؤولها. وأوضح أن الإجراءات التي سوف تتخذها واشنطن تستند إلى ما تفعله موسكو. المسؤول الأمريكي أوضح أن روسيا احتلت هذه المناطق الانفصالية منذ عام 2014، وكان لديها قوات في تلك المناطق على مدى السنوات الثمان الماضية. لذا فإن الإدارة الأمريكية ستراقب الإجراءات التي تتخذها روسيا في الساعات المقبلة، وفي حال اتخذت روسيا المزيد من الإجراءات سيكون على واشنطن الرد بمزيد من الإجراءات. من جانبه، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. وفقا لبيان لقصر إليزي، فإن ماكرون قد طالب بفرض عقوبات أوروبية محددة الأهداف على موسكو بسبب اعترافها الأخير الذي وصفه بالانتهاك لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي. كما أشار بيان إليزي إلى أن الرئيس الفرنسي دعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية. أما بريطانيا فقد أعلنت عقد اجتماع أزمة برئاسة بوريس جونسون صباح الغد لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعترافها باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة أن جونسون أكد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بريطانيا أعدت عقوبات سوف تدخل حيز التنفيذ غدا ضد المتورطين في الانتهاكات التي تهدد وحدة أراضي أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن جونسون أبلغ زيلينسكي أن الغزو الروسي لأوكرانيا من الممكن أن يحدث خلال الساعات أو الأيام المقبلة. كما أوضح المتحدث باسم الحكومة أن جونسون أكد للرئيس الأوكراني تطلع بريطانيا لإرسال المزيد من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا. أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً أعلنت فيه أن موظفي السفارة الأمريكية في أوكرانيا سوف يقضون ليلة في بولندا لأسباب أمنية، وأن الموظفين سوف يعودون لممارسة عملهم الدبلوماسي في أوكرانيا بانتظام. أكد البيان أن الالتزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي لا يتزعزع، وحث البيان المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور، وأن الوضع الأمني في أوكرانيا لا يزال غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار. أضاف أن هناك احتمالا قويا بأن تؤدي أي عمليات عسكرية روسية إلى تقييد السفر الجوي التجاري بشدة. وكشف البيان
عن أن القوات الروسية واصلت الاقتراب من الحدود، فيما يبدو أنه تخطيط للغزو في أي لحظة. قال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية إن هجوم الحوثيين على جازان في السعودية يؤكد مرة أخرى الأخطار التي يشكلونها على المنطقة. المكتب وفي تغريدة على تويتر حث جميع الأطراف على نزع فتيل الصراع في اليمن، مجددا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان، مشيرا إلى أن شظاياها سقطت في المحيط الداخلي للمطار. وأشار التحالف إلى أن المسيرة قد أطلقت من مطار صنعاء. أضاف التحالف أن 16 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا، بينهم 3 بحالة حرجة. وأكد التحالف أنه بصدد التحضير لعملية عسكرية واسعة، وذلك ردا على استهداف المدنيين، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي. التحالف وصف ميليشيات الحوثي بالإرهابية وأنها لا تفهم سوى لغة القوة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن قصفه وتدميره لأهداف عسكرية في محافظة البيضاء. التحالف أوضح أن عملياته وضرباته الجوية مستمرة، وذلك استجابة للتهديد ولحماية المدنيين من العمليات العدائية. قوة أقول لهم صحة يمينك يمينك صحة يمينك يا ولد قوة القوة قل له كرر الماء الله. معاركنا مستمرة وتحريرنا مستمر ومتجهين جهة صعدة بفضل الله وبدعم أخواننا وأشقائنا في التحالف العربي، سوف نصل إلى إنهاء هذه الشرذمة الخبيثة من اليمن. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قد تكتمل في فيينا خلال يومين. وكشفت الصحيفة أنه ما زال هناك جدل حول نطاق تخفيف العقوبات على إيران، مشيرة إلى أن الاتفاق المرتقب سوف يبقي على القيود المشددة على برنامج إيران النووي. في المقابل سيتم تعليق العقوبات الأمريكية، فيما أكد مصدر دبلوماسي أوروبي للحدث على أن مفاوضات فيينا تجتاز الأيام الحاسمة الأخيرة بإحياء الاتفاق أو الدخول في أزمة خطيرة، مضيفا أن الاتفاق إن أنجز ف
فلن يحل مشاكل الصواريخ الباليستية وسلوك وكلاء إيران في المنطقة. من جانبها أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات الجارية في فيينا قد أحرزت تقدما كبيرا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق حول كافة النقاط. إذا رأينا التزاما جديا من جانب الطرف المقابل حيال القضايا العالقة، سنتمكن بالتأكيد من القول إننا سندخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. لا نزال بانتظار القرارات التي يتعين على البلدان الأوروبية والولايات المتحدة اتخاذها، لكننا لم نلمس بعد لدى هذه الدول العزم على اتخاذ هذه القرارات. لن يبرم أي اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، وحتى الآن لم نتوصل بعد إلى اتفاق في محادثات فيينا. وعلى هامش الاجتماع الخليجي الأوروبي الذي عقد في بروكسل أمس، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات للحدث على أن الاتحاد الأوروبي يطلع بدور مهم في مفاوضات فيينا النووية، مشددا على أهمية أن يكون الاتفاق النووي منطلقا لمعالجة قضايا المنطقة. فيما أكد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب باريل على أن أمن الخليج مهم بالنسبة لدول الاتحاد، وأكد أنه سوف يتم إبلاغ السعودية بنتائج مفاوضات فيينا. نتابع المحادثات الجارية فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ويهمنا جدا في حال الوصول إلى الاتفاق أن تكون هذه نقطة انطلاق لمعالجة كافة هموم دول المنطقة فيما يتعلق أولا بالبرنامج النووي الإيراني، لكن أيضا ما يتعلق بالأمن الإقليمي. وهنا لا شك أن الاتحاد الأوروبي يلعب دور هام وهو موجود في هذه المحادثات، ونتطلع أن يكون له أيضا دور في دفع مسيرة أمن واستقرار منطقة الخليج ويكون جزءا من هذا الحوار. تلتقي الصياغة الدبلوماسية الأوروبية والخليجية إلى حد كبير إزاء الموقف من الاتفاق النووي إذا أنجز بعد أيام قليلة كما يرجح البعض، فقد يكون منطلقا لمعالجة تعقيدات الأمن الإقليمي في منطقة الخليج. أعتقد أن الجميع يقر أن بدون معالجة كافة أوجه القلق في منطقتنا لن يكون هناك استقرار، فكوننا نعيد الاتفاق الجي سي بي أو أي ليس كافيا، لابد أن يكون هذا نقطة انطلاق لمعالجة مصادر قلق دول المنطقة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، والكل في المجتمع الدولي متفق على هذا. مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية منسق الاتفاق النووي أبلغ الاجتماع الخليجي الأوروبي بنتائج مباحثات فيينا حيث تجتاز أيام الحسم الأخيرة. في هذه اللحظة بالذات أتولى تنسيق المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية للحيلولة دون تزود إيران بالسلاح النووي. هذه القضية مهمة لأمن الخليج، وهذا دليل الدور المهم للاتحاد الأوروبي في المنطقة، لكن نتطلع إلى القيام بالمزيد. الاجتماع الخليجي الأوروبي بحث تعميق الشراكة الاقتصادية وتقدم مفاوضات التجارة الحرة، الانتقال الرقمي والطاقة النظيفة. الجانب الخليجي طلب من الاتحاد الأوروبي استثناء مواطني مجلس التعاون من تأشيرة دخول تراب الاتحاد. وشرحنا للجانب الأوروبي أن الانخراط معنا في تحقيق هذه الرؤى الخليجية المختلفة سوف يحقق المنفعة لهم بما والمنفعة لنا، ويعزز أيضا الفرص الاقتصادية للجميع. وكان في هناك تجاوب كبير وحرص من الجانب الأوروبي على فعلا استكشاف الفرص التي تتيحها هذه الرؤى. في مؤشر على تزايد اهتمام الاتحاد الأوروبي بديناميكيات النهضة في دول المنطقة، أعلن جوزيب بوريل عن تعيين مبعوث أوروبي إلى منطقة الخليج في مستقبل قريب. إدارة جوزيب بوريل ستصدر في شهر أبريل المقبل حزمة اقتراحات ملموسة لتفعيل دور الاتحاد الأوروبي السياسي والأمني في المنطقة. الاتحاد الأوروبي يعد المستثمر الأول في منطقة الخليج وشريكها التجاري الثاني، وقد حان الوقت لتفعيل دوره السياسي والأمني حسب قول جوزيب بوريل. نور الدين الفريد، الحدث، بروكسل. وإلى ملف العلاقة بين باريس وطهران على ضوء الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، إذ يؤخذ على الفرنسيين أن موقفهم لم يكن يوما على قدر التهديدات الإيرانية سواء في المنطقة أو العالم، حيث يرى خبراء أن فرنسا تلعب دورا مزدوجا في محادثات فيينا. تقرير الزميل سعد المسعود من باريس.
ما زالت فرنسا تقف وراء إحياء الاتفاق النووي الجديد مع إيران، وظل الحوار السياسي مع إيران محدودا بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمد النجاد وزيارة حسن روحاني واجتماعه بالرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي يناير كانون الثاني عام 2016. ثم استؤنفت اللقاءات الرفيعة المستوى بين البلدين بناء على طلب السلطات الإيرانية الجديدة وتعهدها بالإسهام في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وبناء على هذه التعهدات شجعت فرنسا إيران مجددا على انتهاج سلوك مسؤول يحترم التزاماتها الإقليمية والدولية. وفرنسا تعودت على ممارسة ضغوطها الدبلوماسية على طهران لتجنب المصادمة بينها وبين الغرب وللاحتفاظ بالحد الأدنى من الالتزامات النووية الإيرانية، غير أنه الفترة الأخيرة كانت قد نبهت لخطورة عامل الوقت على مفاوضات فيينا. أعتقد حسب المعلومات التي تصلنا من هنا وهناك أن كل المعطيات تقول إن الأمور تسير نحو الانفراج بالرغم من الحذر الشديد من كل الأطراف خلال سير هذه المفاوضات. لا نعلم بالتحديد إلى أين سوف نفضي، ولكن نعتقد أن نتائج ملموسة قد تتحقق في آخر المطاف. ولكن لو وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود سوف نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية، والمخاطر سوف تكون عالية. ونعتقد أن البرنامج الإيراني بصدد الاستفادة من الوقت للتقدم أكثر، مما سيسمح لإيران من امتلاك تكنولوجيا نووية متطورة. ولكن من ناحية أخرى نلاحظ أن الحكومة الجديدة غيرت قليلا من خطابها ليصبح أكثر براغماتية. وفي خضم هذه المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وما ترافقها من تعقيدات وطلبات إيرانية تعجيزية، قامت إيران بممارسات استفزازية منها زيادة تخصيب نسب اليورانيوم للضغط على أوروبا، وهو ما انعكس على العلاقات الاقتصادية التي شهدت تدهورا في حجم المبادلات التجارية بين البلدين بعد العقوبات الدولية التي فرضت على إيران عام 2004. فبين هذا العام والعام 2014 انخفضت المبادلات التجارية بمقدار 7 أضعاف، في حين تراجعت الصادرات الفرنسية إلى إيران بمقدار 5 أضعاف. ولكن المبادلات بين البلدين استؤنفت بعد رفع بعض العقوبات عام 2014. فرنسا حققت مكاسب اقتصادية لا يستهان به من خلال اتفاق 2015، ولكن العقوبات الدولية يعني عرقلت كل هذه الاتفاقيات التجارية والحتى الصناعية بين الجانب الفرنسي والجانب الإيراني. لذلك تسعى فرنسا وتعمل جاهدة من أجل الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، حتى تحيي ليس الاتفاق النووي فقط بل تحيي كل المكاسب الاقتصادية والتجارية التي حققتها مع الجانب الإيراني، باعتبار أن السوق الإيرانية سوق كبيرة جدا، سوق وعدة، وحتى الاتفاقيات التجارية والصناعية كانت اتفاقيات كبيرة بالنسبة للجانب الفرنسي. فرنسا ساهمت بشكل كبير بتعاونها في بناء المصانع الكبرى في إيران، ومنها شركة صناعة السيارات بالاتفاق مع شركة إيران خودرو وشركة بيجو الفرنسية إلى أكثر من عقدين، وشكلت 7 تصاميم مختلفة من سيارات بيجو ويمكن تطويرها بعد الاتفاق مع شركة رينو الفرنسية. وبحسب معطيات البنك المركزي الفرنسي فقد بلغ حجم الاستثمار الخارجي الفرنسي في إيران بحدود 1 مليار ومليون يورو لسنة 2002، لينخفض إلى 620 مليون يورو عام 2018. ويفسر هذا الانخفاض بعديد من الأسباب، لعل أهمها العقوبات الدولية وتردي مناخ الأعمال والاستثمار في الداخل الإيراني واستمرار مرحلة عدم اليقين المالي والسياسي. كلما تقدمت فرنسا أكثر لحل مشكلة الاتفاق النووي الإيراني ابتعدت إيران كثيرا وزادت من سرعة إجراءاتها النووية. وفرنسا تؤكد إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا خلال أيام فإن العالم سيواجه أزمة انتشار نووي حادة. وحددت الدول الكبرى يوم 6 مارس المقبل كآخر فرصة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015. سعد المسعود، الحدث، باريس. تحت عنوان التنازل عن الخط 29 خيانة عظمى، نظم خبراء وناشطون مؤتمرا صحفيا للتعليق على التباين في الموقف بين رئاسة الجمهورية وخبراء ترسيم الحدود في الجيش اللبناني، وبذلك يكون خبراء النفط قد انضموا إلى صفوف المدافعين عن حق لبنان، مستغربين تبدل موقف التيار الوطني الحر وحليفه الأساسي حزب الله الذي يفاخر بمحاربة إسرائيل، بينما أمينه العام حسن نصر الله نفى أي علاقة حزب الله بموضوع الترسيم. لما العدوك بيقول لك انا هون وانت بتقول له انا هون،
بين موقف رئيس الجمهورية الذي تخلى عن الخط 29 لحدود لبنان البحرية وموقف الوفد العسكري المفاوض الذي وصف خطوة الرئيس عون بالاستفزازية، اجتمع خبراء وقانونيون هنا ليصفوا ما حدث بالخيانة العظمى. مكتوب بالعبري الوفد اللبناني معه إياها وبعتناها للمسؤولين ما بدهم يعترفوا فيها. بالوثائق والبراهين أعاد خبير النفط عصام خليفة على مسامع الحاضرين نقاطا بديهية لتمسك لبنان بحق فرط فيه رئيس الجمهورية، فيما أعلن عن تشكيل جبهة قانونية لتحضير ملف يخولها ملاحقة المتورطين. في مئات مليارات الدولارات ما فينا من هلأ نعرف تحت الأرض ايش فيه، بس الترجيحات مئات مليارات الدولارات، يعني ثروة كبرى فينا فيها طلعنا من الجورة اللي نحن فيها. من هون حرصنا وحرقتنا انه شعبنا المستقبلي بدهم يتخلوا عن ثروته. بدون سابق انذار وبعد زيارة أموس هوكستن الى لبنان، تجاوز عون نقطة خلاف أساسية مع إسرائيل، رغم أن فريقه الرئاسي قد فاخر قبل أيام بإرسال ورقة رسمية للأمم المتحدة تؤكد شرعية الخط 29. تغييرات جذرية وسط صمت حزب الله عن مواقف حليفه، مواقف يقول بعضهم أنها تتناغم مع مفاوضات فيينا. بدو ضل هيك يقول أنا مشكلتي مرتبطة ساعة بفيينا، ساعة بواشنطن، ساعة بموسكو، ساعة، هيدا دليل أنه هيدا الشعب ما عم يأخذ قضايا بإيده. طبعا حزب الله بدو بيع القصة يعني لكتير دول خاصة إيران. هذه التنازلات على حساب حقوق لبنان البحرية تضعف موقفه التفاوضي الضعيف أصلاً. أصابع الاتهام بالخيانة يواجهها خبراء وحقوقيون لكل من يتنازل عن حقوق لبنان البحرية لمصالح شخصية، وآخرهم رئيس الجمهورية الذي خالف بخطوطه البحرية الخطوط التي حددها الخبراء العسكريون للوفد المفاوض. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. أيضا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الحدث.net. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. هناك ضربات أمريكية على هذا الفصل. قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. عصورف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث. Спасибо.
في جلسة طارئة لمجلس الأمن إدانة أمامية لنشر قوات روسية شرق أوكرانيا. بوتين ينشر قوات بإقليمي دونيتسك ولوغانسك عقب ساعات من الاعتراف بهما. عقوبات أوروبية على روسيا، والبيت الأبيض يعلن عقوبات أخرى ستفرض اليوم. رداً على محاولة الاعتداء على جازان، الخارجية الأمريكية تحذر من خطر الحوثي على أمن المنطقة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث القرار الروسي بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، وتقدم بطلب عقد الجلسة الطارئة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا وألبانيا، فيما تولت روسيا الرئاسة الدورية للمجلس منذ مطلع الشهر الجاري. وخلال الجلسة أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الاعتراف الروسي بالإقليمين وبنشر موسكو قوات في شرق أوكرانيا. وخلال الجلسة قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة توماس غرينفيلد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في العودة إلى زمن سيادة الإمبراطوريات. Putin wants the world to travel back in time. بوتين يريد أن يعود العالم بالتاريخ إلى ما قبل إنشاء الأمم المتحدة لفترة قيادة العالم من قبل الإمبراطوريات، لكن العالم يريد المضي نحو المستقبل. نحن لا نعيش في العام 1919، إنما نعيش في عام 2022. الأمم المتحدة أنشئت على أساس القضاء على الاستعمار وليس إعادة الاستعمار. المندوبة الأمريكية أضافت أن الرئيس الروسي يختبر عزم المنظومة الدولية ويقلل من قيمتها باستخدام القوة. أيها الزملاء، الرئيس بوتين يختبر منظومتنا الدولية، يختبر عزمنا ويريد أن يرى إلى أي مدى يمكن أن يضغط علينا، ويود أن يبرهن أنه بالقوة يمكن أن يقلل من قيمة الأمم المتحدة. وقد اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. ووقع الرئيس الروسي مرسومي الاعتراف بالجمهوريتين موجها سيلا من الانتقادات لأوكرانيا التي وصفها بالدمية في أيدي الغرب. في هذه الصلة أعتبر أنه قد حان الوقت للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك الشعبية وبجمهورية دونيتسك. لقد حان الوقت لذلك بعد كل ذلك الصبر، وللحديث عن الصداقة والدعم المتبادل بين هاتين الجمهوريتين وروسيا، وأرجو توقيع هذه الوثيقة في أقرب وقت ممكن. ومن احتل السلطة في كييف نطالبهم بإيقاف مباشر للعمليات العسكرية، وإلا في أسوأ الاحتمالات إذا تمت إراقة الدماء سوف تكون على ذمة السلطة في أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر جيشه بحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما، وبموجب المرسومين اللذين وقعهما بوتين تلتزم وزارة الدفاع الروسية بأن تتولى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تفرض عقوبات جديدة على موسكو الثلاثاء بالتنسيق مع الحلفاء. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين التجارة والاستثمار بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا. وفقا لبيان البيت الأبيض، فإن الأمر الرئاسي يحظر القيام باستثمارات جديدة أو استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين الانفصاليتين إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر. في تصريحات للحدث، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية سوف تقوم بتقييم ما تفعله روسيا وليس بناء على ما يقوله مسؤولوها. وأوضح أن الإجراءات التي سوف تتخذها واشنطن تستند إلى ما تفعله موسكو. المسؤول الأمريكي أوضح أن روسيا احتلت هذه المناطق الانفصالية منذ عام 2014، وكان لديها قوات في تلك المناطق على مدى السنوات الثمان الماضية. لذا فإن الإدارة الأمريكية ستراقب الإجراءات التي تتخذها روسيا في الساعات المقبلة، وفي حال اتخذت روسيا المزيد من الإجراءات سيكون على واشنطن الرد بمزيد من الإجراءات. من جانبه، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. ووفقا لبيان قصر الإليزي، فإن ماكرون قد طالب بفرض عقوبات أوروبية محددة الأهداف على موسكو بسبب اعترافها الأخير الذي وصفه بالانتهاك لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي. كما أشار بيان الإليزي إلى أن الرئيس الفرنسي دعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية. أما بريطانيا فقد أعلنت عقد اجتماع أزمة برئاسة بوريس جونسون صباح الغد لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعترافها باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة إن جونسون قد أكد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بريطانيا أعدت عقوبات ستدخل حيز التنفيذ غدا ضد المتورطين في الانتهاكات التي تهدد وحدتها أراضي أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن جونسون أبلغ زيلينسكي أن الغزو الروسي لأوكرانيا من الممكن أن يحدث خلال الساعات أو الأيام المقبلة. كما أوضح المتحدث باسم الحكومة أن جونسون أكد للرئيس الأوكراني تطلع بريطانيا لإرسال المزيد من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا. أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أن موظفي السفارة الأمريكية في أوكرانيا سوف يقضون ليلة في بولندا لأسباب أمنية، وأن الموظفين سوف يعودون لممارسة عملهم الدبلوماسي في أوكرانيا بانتظام. أكد البيان أن التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي لا يتزعزع، وحث البيان المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور. وأكد البيان أيضا أن الوضع الأمني في أوكرانيا لا يزال غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار. كما أضاف
أن هناك احتمالا قويا بأن تؤدي أي عمليات عسكرية روسية إلى تقييد السفر الجوي التجاري بشدة. وكشف البيان عن أن القوات الروسية واصلت الاقتراب من الحدود، فيما يبدو أنه تخطيط للغزو في أي لحظة. قال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية إن هجوم الحوثيين على جازان في السعودية يؤكد مرة أخرى الأخطار التي يشكلونها على المنطقة. المكتب وفي تغريدة على حسابه على تويتر حث جميع الأطراف لنزع فتيل الصراع في اليمن، مجددا في الوقت ذاته التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان، مشيرا إلى أن شظاياها سقطت في المحيط الداخلي للمطار. وأشار التحالف إلى أن المسيرة قد أطلقت من مطار صنعاء، كما أضاف التحالف أن 16 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا، بينهم 3 بحالة حرجة. وأكد التحالف أنه بصدد التحضير لعملية عسكرية واسعة ردا على استهداف المدنيين، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي. التحالف وصف ميليشيات الحوثي بالإرهابية ولا تفهم سوى لغة القوة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن قصفه وتدميره لأهداف عسكرية بمحافظة البيضاء. التحالف أوضح أن عملياته وضرباته الجوية مستمرة، وذلك استجابة للتهديد ولحماية المدنيين من العمليات العدائية. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الحدث.net. هذه تحية وإلى اللقاء. We'll be right back.